فرق الإنقاذ هنا ما زالت تعثر على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا. رغم مرور أكثر من 10 أيام، لكن البحث عن ناجون ما زال مستمر. بينما يبحث أفراد آخرين عن غنائم بين الأنقاض، وهو ما جعل تركيا تتخذ إجراءات للقبض على السارقين. عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا تجاوز 40,000 قتيل وأكثر من 100,000 جريح. منظمة الصحة العالمية قالت أن الزلزال المدمر هو أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن. حملات الإغاثة وجمع التبرعات لمنكوب الزلزال في سوريا وتركيا ما زالت مستمرة. الأمل ما زال موجود على أوجه الناجين بعد مرور عشرات الساعات تحت الأنقاض. ما زالت القصة مستمرة والحكايات ما زالت تكتب في واحدة من أصعب الكوارث الطبيعية خلال عشرات السنوات السابقة. من مصر، محمد الجباس.